بئر براهوت الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: به أرواح الكفار، وهو أبغض مكان إلى الله تعالى. بئر أسطورية موجودة في اليمن، تكلم فيه أهل العلم قديما وأفاضوا كثيرا، ولقد خرجت كثير من الإشاعات عن تلك البئر. فما هي تلك البئر؟ وما حقيقتها؟ وأين تقع؟ بئر براهوت باليمن المسكون بالعفاري، بئر عميقة لا قعر معروف لها، نسجت حولها الأساطير والحكايات المفجعة، ووسط غموض في الحقيقة والتفاصيل. يتداول في المنطقة روايات متباينة عن رجل نزل إليها مربوطا بحبل ولم يعد إلا نصف جثة، وعن امرأة كانت ترعى الأغنام ووضعت ابنها الرضيع في مهده على مقربة من البئر فاختفى فجأة. أحدهم يقول إن فتحة البئر سيخرج منها يوم القيامة المعذبون في الآخرة. بئر براهوت العجيبة والغريبة الواقعة في منطقة فيجوت مديرية شحن محافظة المهرة، ويقول المواطنون أن البئر وجدت قبل التاريخ، وإن الإشاعات والأقاويل كثيرة وقد تكون صحيحة أو غير صحيحة. أكثر من 100 متر مربع اتساع الفجوة، وأكثر من 250 مترا عمق البئر، والذي لا يستطيع أحد النظر إلى داخلها إلا عندما تكون أشعة الشمس متعامدة تماما مع الفجوة. تسكنها الحمائم البيضاء والأفاعي الكبيرة النادرة. يقول إن الأجداد أتوا لجلب الماء من البئر بسبب شحة المياه، وكانوا ينزلون أحد الأفراد ليجلب الماء من خلال ربطه بحبل. وفي إحدى المرات صرخ الرجل: أطلعوني، وحينما رفعوا الحبل لم يجدوا غير رأسه. وفي وصف بئر براهوت في محافظة المهرة يقول أحد الشهود أن المفاجأة الحقيقية والمذهلة والتي لم أكن أصدقها لولا أنني رأيتها بأم عيني أنا وزميلي، وهو رؤيتي لقاع هذا البئر والخضرة تحيط بها من كل جانب، وهدير ماء متدفق وكأنه نهر جاري يسمع بوضوح وبدون تشويش. ويضيف أيضا: بدأت أتساءل، هل ما أشاهده وأسمعه حقيقة واضحة أم أنني في حلم من أحلام اليقظة الوردية؟ إلا أننا سرعان ما تنبهنا أننا أمام ظاهرة حقيقية وطبيعية موجودة في منطقة قاحلة لا ماء فيها ولا خضرة، رغم أننا سمعنا هدير الماء المتدفق وكأنه شلال في باطن هذه الصحراء. وهناك أحاديث نبوية وآثار في البئر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر براهوت أن فيها أرواح الكفار والمنافقين، وهي بئر عادية قديمة عميقة في فلات عميقة في فلات وواد مظلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أبغض البقاع إلى الله تعالى وادي براهوت بحضرموت، فيه بئر ماؤها أسود منتن يأوي إليه أرواح الكفار. وقال الأصمعي عن رجل حضرمي أنه قال: إن نجد من ناحية براهوت رائحة منتنة فظيعة جدا، فيأتينا الخبر أن عظيما من عظماء الكفار قد مات. وحكى رجل أنه بات ليلة بوادي براهوت، قال: فكنت أسمع طوال الليل يا دومة يا دومة، فذكرت ذلك لبعض أهل العلم فقال لي أن الملك الموكل بأرواح الكفار اسمه دومة. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خير واديين في الناس وادي مكة ووادي إيران بأرض الهند، وشر واديين في الناس وادي الأحقاف ووادي بحضرموت يدعى براهوت يلقى فيه أرواح الكفار، وخير بئر في الناس زمزم، وشر بئر في الناس براهوت، وهي في ذاك الوادي الذي بحضرموت. وعنه رضي الله عنه أنه قال: أما المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء فتفتح لهم أبوابها، وأما الكافر فيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مناد اهبطوا به إلى سجين، وهو واد بحضرموت يقال له براهوت. وذكرها الإمام الشافعي في مذهبه حيث قال: إن الماء المكروه ثمانية أنواع: المشمس وشديد الحرارة وشديد البرودة، وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة، وماء ديار قوم لوط، وماء بئر براهوت، وماء أرض بابل، وماء بئر ذوران. أما عن الخرافات التي تبعت بئر براهوت، فمن الخرافات التي تحكى وتروى عن هذه البئر أن هذه البئر حفرها ملوك الجن من أجل أن تكون سجونا لهم،
يضعون فيها من يخالفهم أو يعصيهم. واستدلوا على صحة هذه الخرافة بالظلمة الحالكة في قاع البئر أحيانا في النهار، والغازات والأبخرة التي تتصاعد أحيانا من قاع هذه البئر. أما الخرافة الثانية فتقول أن أحد ملوك الدولة الحميرية القديمة استعان بالجن في حفر هذه البئر، وذلك من أجل إخفاء كنوزه. وعندما مات هذا الملك استوطن أتباعه من الجن هذه البئر، ولهذا السبب أطلق عليها براهوت، حيث أن اسم براهوت في اللغة الحميرية القديمة معناه أرض الجن أو مدينة الجن. أما عن الحقائق والدلائل عن بئر براهوت فجرت عدة محاولات فردية لاستكشاف بئر براهوت، ومن هذه المحاولات ما قام به أشخاص من شركة خط الصحراء، حيث تم ربط أحد موظفي الشركة بحبل من أجل أن ينزل إلى قاع البئر. وبالفعل تم ربط الرجل بالحبل ومعه كاميرا فيديو لتصوير عملية النزول، وتمت عملية النزول تدريجيا حتى تم النزول إلى 100 متر من البئر. وطلب الموظف أن يتم رفعه بسرعة، وعندما سئل بعد طلوعه عن سبب صراخه قال: رأيت حلقة البئر وكأنها ستغلق علي. وعندما أرادوا مشاهدة ما تم تصويره بواسطة الكاميرا صدموا عندما رأوا أن ما تم تصويره هو ظلام دامس، رغم أن وقت النزول كان الوقت المناسب لمشاهدة البئر بوضوح. وهناك رواية أخرى تقول عن سماع أنين يصدر من هذه البئر وحمائم تلاحق المارين قرب البئر. ولا تزال هذه البئر سرا من أسرار الطبيعة، مليئا بالغموض في انتظار الدراسة والبحث.